السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء. عدنا لكم من جديد في برنامجكم مجربات من الطب البديل. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن الحجامة وفوائد الحجامة. الحجامة إخواني الكرام لها فوائد عديدة جدا. إذا عرفت تروح لشخص حجام، طبعا الحجامة لها اختصاص، مش أي واحد قال أنا بعمل حجامة، إذا هو عنده علم ودراية بمسارات الطاقة، أماكن الحجامة الصحيحة، فيجب أن يكون شخص متخصص في عمل الحجامة. أقرأ إليكم الآن بعض المعلومات عن فوائد الحجامة التي ثبتت وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، تسليك الشرايين والأوردة الدقيقة والكبيرة وتنشيط الدورة الدموية، بتنشط الدورة الدموية، تسليك العقد اللمفاوية والأوردة اللمفاوية، تسليك مسارات الطاقة، بتنظم مسارات الطاقة في جسم الإنسان، وهذه بيعرفوها خبراء اللي بيشتغلوا في فسيولوجي وبيشتغلوا بأمور الطاقة من أصابع القدمين وأصابع وأسفل القدم. أيضا تنشيط وإثارة أماكن ردود الفعل بالجسم للأجهزة الداخلية للجسم، فيزيد انتباه المخ للعضو المصاب ويعطي أوامره المناسبة لأجهزة الجسم الداخلية باتخاذ اللازم. إذن هذه النقطة تعني أنه يزيد من تنبيه المخ أو الدماغ، بحيث بصير ينظم الأوامر العصبية تتجه إلى مكانها الصحيح في الوقت المناسب. يعني بعيد مثل ما نحكي بعمل فورمات وريستارت للدماغ من أول وجديد، بنظم عمل المخ مرة أخرى. أيضا يعمل على امتصاص السموم وأثار الأدوية من الجسم والتي تتواجد في تجمعات دموية بين الجلد والعضلات وأماكن أخرى بالجسم، وإخراجها عن طريق الخربشة الخفيفة على الجلد. إذن مثل ما بنعرف أن الحجامة تعمل على إزالة الدم الفاسد من الجسم. الدم الفاسد هذا اللي موجود في الجلد وفي الثنايا المخفية يحتوي على بعض السموم وبعض الآثار من بعض الأدوية، فالخربشة الخفيفة هاي اللي بيقوم فيها الحجام على ظهرك بين الأخدعين بين الكاهل، هذه كلها تعمل على تحفيز الدم هذا بخرج مرة واحدة. عشان هيك بتلاقيك عند الحجام كلها كتل سوداء، الدم بخرج أسود، دم فاسد، دم متعفن، يحمل آثار جميع الأدوية اللي كنت بتأخذها، فلذلك ينصح بالحجامة. أيضا تقوية المناعة في جسم الإنسان، يعني تعمل الحجامة على تقوية المناعة في جسم الإنسان. أيضا تنظيم الهرمونات وخاصة الفقرة السابعة في الرقبة، يعني اللي عندهم مشاكل في الرقبة ودائما عندهم ألم في الأكتاف ودائما بيحركوا رقبتهم وبيحاولوا يطقوها ودائما في تشنجات، عليهم بالحجامة، عليهم بالحجامة. أيضا العمل على موائمة الناحية النفسية، ماذا يعني ذلك؟ بتريح حالتك النفسية. الحجامة مفيدة لكل شيء إخواني، مفيدة لكل شيء. أيضا رفع الضغط عن الأعصاب، إذا كان في أعصاب مضغوطة عندك بترفع الضغط عن الأعصاب. أيضا إزالة الأخلاط أو إزالة البكتيريا الفاسدة من جسم الإنسان، إزالة الأخلاط السمية، نسميها بالأخلاط السمية، تخرج مع الدم الفاسد إن شاء الله. أيضا تقوم على امتصاص الأحماض السامة من جسم الإنسان، هذه أيضا من فوائد الحجامة، وفوائدها كثيرة عديدة سأذكرها الآن تاليا إن شاء الله. أيضا تزيد نسبة الكورتيزون الطبيعي المصنع في جسم الإنسان، تزيد نسبته في الدم، عشان هيك بنقول هو بيزيد مناعة الجسم، بتزيد مقاومتك للأمراض. اللي بيعمل الحجامة بتزيد مقاومته للأمراض. أيضا يقلل من الكوليسترول الضار في جسم الإنسان،
يقلل من الكوليسترول الضار في جسم الإنسان. أيضا ترفع نسبة الكوليسترول النافع في جسم الإنسان، الحجامة. ترفع نسبة المورفين الطبيعي في جسم الإنسان، يعني عبارة عن مستشفى متنقل. الحجامة عبارة عن مستشفى متنقل. أهم شيء أنك تعرف الحجام اللي بده يعمل لك الحجامة، يكون مختص في عمل الحجامة. طيب متى نلجأ إلى استخدام الحجامة؟ طبعا ينصح بالحجامة على الأقل كل 3 شهور إلى 6 شهور، يعني مرتين في السنة على الأقل. على الأقل بدك تعملها مرتين في السنة لمن يستطيع ذلك. هو موصى بها أنه كل شهر تعملها مرة، لكن إذا قدرت كل 3 شهور 6 شهور تعملها مرة لا يضر، مفيد جدا. اللي بيكون مضطر لعمل الحجامة هم من يعانون من الروماتيزم، الروماتويد، النقرس، الأملاح الزائدة في جسم الإنسان. احنا بنعرف النقرس هو عبارة عن زيادة اليوريك أسيد في الدم، فإحنا لازم نتخلص من اليوريك أسيد ولازم نتخلص من الأملاح الزائدة هذه عن طريق الحجامة. أيضا اللي بيشكو من آلام عرق النسا، اللي بيشكو من آلام الفقرات يستخدموا الحجامة. أيضا اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم يستخدموا الحجامة. أيضا اللي عنده شلل نصفي، شلل كلي يستخدم الحجامة. بالإضافة احنا ما بنقول انه اذا عملت حجامة خلاص انه انتهى الشلل النصفي، انتهى الشلل الكلي، لا، هي تساعد، هي كلها مكملات مع بعضها البعض، تساعد في وتساهم في عملية الشفاء العاجل ان شاء الله. ايضا اللي عنده أرق، نسيان، بنسى، قلة تركيز، بنام كثير، صعوبة في التنفس، متضايق، دائما نفسيته ضايجة عليه، يعمل حجامة. يعمل حجامة بالطريقة الصحيحة، وشوف إن شاء الله أنه كل هذه الآثار ستزول تدريجيا إن شاء الله. أيضا التبول اللا إرادي تساهم في عملية الحد من التبول اللا إرادي عند الصغار وعند الكبار. أيضا الاكتئاب النفسي، القلق، الوسواس القهري، كل هذه الأمور تعمل الحجامة على تهدئتها. أيضا اللي عندهم أمراض في الجهاز الهضمي يستخدم الحجامة. الحجامة إخواني لها فوائد كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. الآن بيجيك ناس بيقول لك عملت حجامة وما استفدت. أولا ممكن الحجام اللي رحت عليه ليس ذو اختصاص، غير مختص في عمل الحجامة، عشان هيك حسيت حالك ما استفدت، أو أنك تريد الفائدة عاجلة، يعني بدك إياها بأول يوم بأول يومين، بدك تنتظر على نفسك لحد ما تعمل ريستارت لجسمك، تعمل فورمات وتعمل ريستارت مرة ثانية لجسمك، ماشي إخواني الكرام؟ لكن إن شاء الله، لأنه ما في شيء وصى فيه النبي إلا كان صدقا وحقا. ما في شيء وصى فيه النبي وبالأيام المخصصة التي خصصها النبي إلا كانت صدقا وحقا. أيضا لا ننسى إخواتنا الستات اللي عندهم مشاكل في التبييض، عندهم مشاكل في تليف الرحم، عندهم تكيس المبايض، عدم انتظام الدورة الشهرية، أي مشاكل يستعينوا بالحجامة. الله المستعان على كل شيء، لكن استعينوا بالحجامة ستجدوا لها الخير الكثير إن شاء الله. ما حبيت أطول عليكم، ذكرنا بعض الأمور اللي الحجامة ممكن تنفع لها. باختصار رح أترك لكم المقالة كاملة التي تم تنظيمها وكتابتها في هذا الفيديو في صندوق الوصف بالأسفل، بتطلع عليها بتقرأها كاملة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه في حلقتنا اليوم من برنامجنا مجربات من الطب البديل. دمتم بود، كان معكم محدثكم خبير الأعشاب والطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.